مش اهو دخلنا الغرفة، شايف الدنيا حال قديش راكة هذا، وفي سقف بيحميك وفي مكيف بيجيب طراوة، فاهم كيف؟ فما بالك يا مشمش لو خرجنا برا واحنا لابسين ملابس الله اعلم ايش هي، طبقة فوق طبقة في الحرارة دي من غير السقف، لا الشمسية ما بت ما not enough، ومن غير مكيف يطر علينا، عارفة كيف؟ فحركة الجسد حتكون، يعني انتي ما شفتي الجسد عمل كده، فليه تقولي يلا نخرج؟ انا بسأل. اول ما دخلت الغرفة وجلستي قلتي واي الدنيا حر، فطالعتي في الساعة لقيتيها 4:15، فقاعدة تقولي وي حر، طيب إبا وي حر بعد على طول يلا نخرج، كيف تحصل في الدنيا دي؟ انت بتعذبينا يعني ولا كيف؟ يعني لما يجيكي وي حر معناها انه يلا نخرج، انت شفتي الجسد وهو بيخرج؟ انت شايفة الجسد وهو قاعد على السرير مستربع اهو مستخبي من الحرارة؟ حبيبتي القهوة، القهوة ما تقدر تشربيها وهي حارة، الأكل ما تقدر تشرب تاكليه وهو حار، انتي ما تقدر تستحمل حرارة، لما تاخدي الدش ما بتاخدي الدش بموية حارة، خلاص؟ طيب ايش اسوي لك؟ مسكتي اللابتوب سخن من الكهرباء، ما انت طايقه الحراره، طيب تقومي هيلا بيلا كده تروحي النهار جهنم برجلاكي، تعذبي ذاتك ليه يعني؟ ما عجبتك السخونيه اللي طالعه من راسك دي؟ ايوه صرتي متساويه انت والحجره، الحجره التي تجلسين فيها ككتلة الجسد، شبه الحجرة التي تجلسين فيها ككتلة العقل الدماغ، الاثنين سخنين، الاثنين بيجيبوا حرارة. ما هو لو كان في شباك هنا وشباك هنا كنا فتحنا الشباك وصار تيار، فالهواء يتحرك فتحسي انه في هواء، لكن هذا شباك واحد، فاهمة كيف؟ واصلا برا حار، فالهواء اللي حيدخل من برا حار، فقافل الشباك، فاتح المكيف، فجايك هواء رطب من المكيف، وخلاص عندك انت مكيف برا، ها تقدري تقولي الهواء اللي برا انت ليه حار؟ بالله ابا هواء بارد علشان ابا اخرج، يبقى ما عندك ولا القدرة على ولا تغيير ولا حاجة من اللي بتحصل، ومع ذلك قاعدة تتخيلي. ابنوا لي صرحا لأرى إله موسى، طول الوقت بتلعب مع اللعبة دي، مستعبدة الجسد عشان تشوفي إله ما انت مصدقة بوجوده، يعني انت ما انت مصدقة انه برا حر، ما جاكي من الجلد انه لما مسكت، يعني لما جلستي على السرير كان سخن من الحرارة، لما يدك اللي مسكت اللابتوب سخن من الحرارة، طيب ما انت مصدقة بالإدراك، لازم تستعبد الناس علشان تشوفي الشيء اللي انتي ما انتي مصدقته، بس هو جاكي وانتي حسيتي بيه بس ما انتي مصدقه، لين ما اشوف هذيك الساعه اعرف ان الدنيا حر. لا قص امك اغيض وشك عني، لا الرجل هيا دحين قالت لي قص امك، ما اعرف في وصله مقطوعه، والله لازم في وصلة مقطوعة، ولا تردي على الصوت، أنا دحين انتي بتسمعي صوت بيتكلم معاكي.
بيقولك صوت بيجيكي خلاص، لا تردي عليه جوتي أبدا أبدا. تردي عليه جوتي يعني التخيلات، يعني وهم. الحاجة الوحيدة انك انت سمعت الصوت بيكلمك صح؟ طيب كيف بقى وانت قاعدة جوا في الظلمة تردي على الصوت؟ لا اله الا الله، انت ما عندك لسان تتكلمي بيه. ايوه الرد حقك عبارة عن تخيلاتك انه في احد بيكلمك فانت بترد عليه، قال يعني هناك there's a conversation going on. No it's not, you're just receiving voice. Receiving light, receiving air, receiving, you're just receiving. عمليتك cognition. عشان انت هذا شبه واخدة عربي، كل ما اهرج معاكي في الادراك وتجي تقلبي لي انجليزي يا امي. طب انجليزي عربي اي قولي عليها اخضر، وظيفتك اخضر، اللي بيحصل اخضر. هذا لا يعني انه هو شيء تاني، هو يعني انه بس مفردات اللي اخترتيها في اللغة كده، لكن ما يخرج عن حقيقته. حبيبي يا مشمش، يا مدلعني يا مسهرني يا مسليني، والله صحبتك مسلية. كل يوم طلعت لي بحاجة. اي والله صاحبه في السفر. انا انت معايا في اللي احنا كلنا بترى مع بعض. We are all in the same vehicle that is moving. You are just receiving the movement that there's a movement. You're receiving the movement. ما في حاجة اسمها perception، ما في حاجة اسمها perspective، ما في ولا شيء. You just receiving, receiving it's a function. عندك القدرة على التلقي، زي ما العين عندها القدرة على استقبال الضوء، زي ما اليد عندها القدرة على الإحساس بالشيء. هذا اسمه كده تلقي. كلهم ترى بيتلقوا حاجة وساكتين، انت اللي عاد جاية تتساءلي عن اللي تلقيتي. طيب يبقى ايش؟ يبقى عندك انت فانكشن تاني، ما بتعمل يعني في حاجة بتعمليها تاني بعد التلقي خلاص، ما تخص اي احد غيرك، ما تخص لا العين ولا الاذن ولا القلب، خصوصا القلب ما تخص القلب في ولا شيء من العمليات حقتك هذه. ايوه اسمعي الصوت، لا ترد عليه هناك في التخيلات حقتك انك انت جالسه تشرب الشاهي مع صاحبتك وبتلعبي. لا، اللي بيحصل انه هذا الجسد الوحيد اللي في المشهد. اعترفي يا ماما انك انت قاعده لوحدك، ما انت طول عمرك قاعده لوحدك، ايش الجديد في الوضع؟ يا أمي حتى لما كنت بتباتي عند أصحابك ولا عند أهلك ولا لما كنت مع عز ولا مز ولا يعني تفاهم، حتى لما كان معاكي أحد كنت لوحدك. ليش؟ لأنه الدماغ المركز هذا اللي عامل دوشة، الدماغ هذا دائما لوحده ما في حد جنبه. What؟ فوق قاعد لوحده في الروف جاردن، معلق. انا شو اسوي لك؟ معلقة والله العظيم حبيبتي. معليه الصوت جاكي قال لك، لا تقعدي تسألي ايش هو. معلقة الصوت جاكي بيقول لك انت معلقة، الصوت جاكي قال لك انت غرفة ظلمة، الصوت جاكي قال لك انت ثابتة. الصوت تتبعي الصوت، لا تردي عليه.
لا ما عندك انت احساس، قسم بات لا. ليش؟ لانه لو كان عندك احساس ما تضطري انه نتناحل كل يوم المناحلة دي. يبقى انت ايش؟ عديمة الاحساس. يبقى ادركتي انك انت لا حس لك، خلاص. وبالتالي اللي هو علم في المتبلم يصبح ناسي. يبقى انت متبلدة، اللي هو محتاج كده طول الوقت عنف وصوت عالي وخبط في الدماغ وتكسير جزم، فاهمة كيف؟ فخلص ايش حنسوي؟ ايش حنسوي؟ لان ما حتشوف يعني بالله، لما طحتي ولا لما صحيتي من النوم كنت عارفة فين راسك من رجلك؟ هكذا يا بنتي، انت جاهلة حتى يأتيك الشيء، انت ميتة حتى يأتيك النفس، انت لا شيء حتى يأتيك الشيء. خلاص؟ طيب، لا شيء جاله شيء يتحاور معاه هو لا شيء، يعني انت وهم وجايك حاجة، ادركتي انه في حاجة جاتي، كيف الوهم يتحاور مع الحقيقة؟ الشيء اللي جاكي الحقيقة الوحيدة، خلاص؟ اللي بيحصل دحين، اللي بتدركيه دحين، شايفته وسمعته وحسته، تمام؟ هو ده الحقيقة، هو ده الحق، خلاص؟ فكيف وهم يتجادل أو يرد على الحقيقة؟ هذا قصدي، تمام؟ الحمد لله، جاك الصوت، اتكتبت لك، خلاص، اتكتبت اهي، ثبت انه انت ادركتي انه اللي بيحصل كده، اللي انت بتعملي كده، تمام؟ الحمد لله. لانه اللي بيحصل لا حلو ولا هو وحش، هو بيحصل فقط، فاهمه كيف؟ حتى انت تحطي له صفه ولا تحطيه في تصنيف او تطلعي له اسم او تحوليه الى معنى، ها، هو راح ولا جاء، هو حصل، هو ده بيحصل، ما تفرق معاه ولا شيء من اللي انت بتعمليه. انت بتعملي عمليات خارج، يعني بعد ادراكك باللي بيحصل، ايوه. فخرجتي عن اللي بيحصل علشان تلعبي مع نفسك وسايب الباقي. طب ما تلعبي معاهم، انا ماني فاهمه الناس اللي بعتت لك، كيف عرفتي انك انت على قيد الحياه؟ مو في ناس بعتت لك؟ عرفتي يعني انت صحيتي من النوم، كيف عرفت انك صحيتي من النوم؟ كيف عرفت انك كنت نايمة؟ كيف عرفتي اي حاجة بتحصل الا لو ما جاتك اشارة انك تعرفك كيت وكيت وكيت؟ يعني بيجيك الشيء من برا ليكي يحسسك انه هو ده اللي بيحصل. يبقى اللي بيحصل هو اللي جاكي، اللي بتعمليه مو جاكي، انت بتخترعيه بس. فانت دحين ادركتي انه في عالمين، عالم اللي انت الوحيده اللي عارفته وحسته وشايفته، والعالم الحقيقي اللي انت ادركتي وسمعته وشايفته وحسته، خلاص. العالم الثاني حقك ده ما لا العين شافته ولا الاذن سمعته ولا القلب حسه، ده عالمك انت لوحدك، بتلعب من وراهم، ما بتشتركي معهم في اللي بيحصل. داخلة كده في غرفتك وشايفة نفسك لوحدك، فقاعدة تلعب مع نفسك. طبعا ايش اسوي؟ هذا من التعود، لانك انت كنت الجسد الوحيد اللي في الغرفة فلعبتي مع نفسك فانتهى الموضوع. انت كنت البنت الوحيدة مع اولاد فلعبتي مع اولاد، بس انت ما انت ولد، انتهى الموضوع. دحينة انت الجسد الوحيد، يبقى العبي مع نفسك، انتهى الموضوع. ايوه، لا تستحضري احد وعلشان لا تحسي، ما انت بصي العمليات حقتك انك انت تجيبي امك وابوك واخوك وصاحبتك وداد وياسمين وكل الناس تجيبيهم معاك يشربوا معاك القهوة، ليه يعني؟ بتكذبي على العين تقولي لها والله ياسمين جات زارتني اليوم؟ لا،
العين ما بعتت لك إشارة إنه في جسد تاني غيرك؟ هذا قصدي. فبتخرجي عن اللي بيحصل في العالم حقك اللي انت صنعتي، تمام؟ هذا ما بيتحسب، ما له حساب، ما له مسؤولية، ما له ولا حاجة. هذا حقك، وهم زي كده، تراب، هباء منثورة. اللي بيحصل هو اللي تتحاسبي عليه. كل مرة دقة القلب بتحسسك انك انت على قيد الحياة، لما تتوقف دقة القلب اللي تحسسك ان انت على قيد الحياة، انت بتتحاسبي على الافعال حقتك. كيف يعني بتتحاسبي؟ يعني لو مشيت الرجل الكرة الارضية، في الاخر لم الرجل في شيء حيحصل لها نتيجة مشيتك في الكرة الارضية، خلاص؟ فاهمة كيف؟ لو اللي بيحصل انه في تهديد لوجود الجسد كاملا، لوجود لبقاء الحياة حقة الجسد كاملة جاية تهددها، ها؟ لو انت ما انت موجودة في اللي بيحصل، انت في عالمك، ما حتعرف انه في تهديد جايك، حتتاكلي، حتموتي، وهكذا. هو ده اسمه المحاسبة، انك انت لو ما انت مع 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 اللي بيحصل، انت ما انت موجودة في اللي بيحصل، انت موجودة في عالم وهمي ما بيحصل. فاللي بيحصل تتحاسب عليه، ما هو في نتائج لنكر الحقيقة. ما ايش تحسبي؟ مو عشانك انت ما بتتحركي انه ما انت مسؤولة، لا، مسؤولة من اللي جاكي. ادركتي شيء جاكي تتحاسبي عليه، مو انت اللي بعتي، ها؟ لا، هو اللي جاكي، تحاسبي عليه. تحاسبي عليه. وكيف يعني؟ يعني قلبي يقعد يدخ 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 لك يعني طاقة في هباء منثورة كده، يعني لا شكرة ولا لا حمدا ولا شكورة. ما تقولي للقلب طب نستريح شوية، بتاخذي منه الطاقة عشان تلعب لوحدك في عالمك الخاص اللي هو ما هو حاسس بيه ولا شايفه ولا وهم. وهم ايش نسوي؟ ايوه، ما انت عايشة لوحدك في البيت، لا، انت عندك احساس انك انت لوحدك لانك انت قاعدة في غرفة ظلمة، لا بتشوفي نفسك ولا بحد بيشوفك، لا بتسمعي نفسك ولا حد بيسمعك، ولا بتتحركي لانك في مكان ثابت. وبتجيك كل الطاقة دي، وحاسة كده بكتير كتير كتير. وهذا توصيف، هذا صوت، هذا اسمه كده، صوت اللي بيحصل. ماما كيف؟ صوت اللي بيحصل.